أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريدريك كليفيه، والذي يزور السودان حاليا في إطار التعاطي الإيجابي لفرنسا مع مقتضيات السودان. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ودور فرنسا في دعم عملية الانتقال السياسي في السودان وجهودها المتواصلة مع المجتمع الدولي في تقديم وتوفير الدعم، لا سيما في نطاق مبادرة إعفاء الديون. وأثنى البرهان على دعم فرنسا للفترة الانتقالية وبصفة خاصة جهود التوافق الوطني بين جميع أطراف العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني. من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي استمرار بلاده في تقديم الدعم للسودان في الجوانب الإنسانية وفي مجالات الزراعة والتنمية. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس مذكرة لجنة الطوارئ الأحداث والتي شهدتها محلية لقاوة بولاية جنوب كردفان خلال الفترة الماضية وما أسفر عنها من قتلى وجرحى وعمليات نزوح. وأوضح نائب رئيس اللجنة عبد القادر النور دردابة في تصريح صحفي أن أبناء النوبة طالبوا عبر مذكرتهم بتشكيل لجنة تحقيق مركزية محايدة وحصر الأضرار التي تعرضت لها محلية لقاوة. وأضاف أن اللجنة دعت إلى بسط هيبة الدولة بالمنطقة بما يمكن النازحين من العودة إلى ديارهم آمنين، فضلا عن معالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة والتي يعاني منها النازحون. قام عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس بزيارة ميدانية للوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا بمقرها بالعاصمة التركية أنقرة. التقى خلالها بالمدير العام للوكالة بحضور وزير الثقافة والإعلام جرهام عبد القادر وعددا من قيادات الإدارات الأهلية. وتطرق اللقاء للمشروعات التي تقوم بها تيكا وتنفذها في السودان، من بينها مشروع إعادة تأهيل قصر السلطان علي دينار بجانب بعض المشروعات التعليمية ومشروعات أخرى في مجال الثروة الحيوانية. وقال مدير مؤسسة تيكا في تصريح صحفي إن هذه المشروعات تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا، مثمنا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. أكد وزير الري والموارد المائية ضوء البيض عبد الرحمن منصور أن كمية المياه الواردة إلى النيل الأبيض هذا العام لم تحدث منذ عشرات السنين. وأضاف خلال لقائه أمس بمكتبه بأهالي المناطق المتأثرة بالفيضانات إن وزارة الري تعمل جاهدة لمقابلة الزيادة الغير مسبوقة لمياه النيل الأبيض عن طريق معالجة فنية آنية ومستقبلية عبر إداراتها المختلفة، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة جارية للمحافظة على المشاريع الزراعية وممتلكات المواطنين. ومن المتوقع أن يزور وزير الري والموارد المائية اليوم الولاية للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المنطقة. التقى مساعد معتمد اللاجئين بولاية دارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب رزق أمس بمدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور لاجئي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وذلك بحضور مدير مكتب معتمدية اللاجئين بجنوب دارفور رحمة مهنة. وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم اللاجئين، خاصة فيما يتعلق ببرامج تقديم الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية والمشروعات المدرة لدخل الأفراد وكيفية استخراج الرقم الأجنبي. وطالب اللاجئون بضرورة السعي الجاد لإيجاد حلول لقضايا العودة الطوعية والتلقائية والإدماج، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية. مشاهدينا الأعزاء، كان هذا موجز الأخبار من قناة الشروق. إلى اللقاء.